النهاردة بإذن الله هنتكلم على فيديو مهم جدا، هو الإيراثرو بويسز. طبعا كلمة بويسز معناها تكوين أو فورميشن، والإيراثرو هو الإيراثرو سايتس، هو الريد بلاد سيلز. عايزين نكون RBCs، بس في البداية عايز أفكرك بعناوين قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. الـ RBCs علشان تتكون لازم تعرف أولا أماكن الـ formation of RBCs. هو الـ RBCs بتتكون حسب السن. لما قلنا الفيتس المصنع بتاعنا ليفر وسبلين، وجينا اتكلمنا في الانفانت وفي الأطفال بيبقى المارو كافيتز لكل العظم، وبعد كده في الكبار اتكلمنا على اليلو مارو موجود في نهايات اللونج بونز ما عدا اتنين، الهيومرس والفيمر، ثم الريد مارو بتاعتنا موجودة في الضلوع الريبس الستيرنم البونز اوف السكال الفيرتبرا. قلنا كل هذا الكلام ده في المقدمة المرة اللي فاتت. طيب كلمنا على عنوان تاني مهم جدا، ازاي الار بي سيز بتتكون. قلت لكم ان البون مارو فيها سل متعددة الكفاءة، السل دي من خلالها اكون اللي انا عاوزه، ار بي سيز، بليتلتس، نيوتروفيلز، ايزينوفيلز، بيزوفيلز، اللي انت عاوزه. بس قلنا ان السل دي علشان اكون منها الريد بلاد سيلز لازم احولها الى كوميتد ستيم سيل، سيل ملتزمة أمامي باتفاق أو بعقد إزاي أكون الـ RBCs، وده موضوعنا النهاردة. الكوميتد ستيم سيل هتتحول إلى سيل اسمها برو إريثرو بلاست، وقلت لك إن كلمة بلاست معناها نوت ماتيور، لسه السل دي مش مكتملة. البرو إريثرو بلاست يتحول إلى إريثرو بلاست. طب ما هو لسه برضو مش ده الشكل النهائي للريد بلاد سيلز. الإريثرو بلاست تتحول إلى ريتيكولو سايت، والريتيكولو سايت تتحول في النهاية إلى إريثروسايتس اللي هي الشكل النهائي للريتسل. الكلام ده قلناه قبل كده، ولكن إيه الجديد النهاردة اللي أنت عايز تقوله؟ الجديد إن أنا عندي هرمون يسرع تحويل الكوميتد للبرو إريثروبلاست، ومن البرو لإريثروبلاست ريتيكولوسايت إريثروسايت. الهرمون ده مهم قوي، هو اسمه إريثرو بويتين هرمون. خلي بالك الاسم معبر عن العنوان، أنا الهرمون اللي هكون الريد سيلز، أنا اسمي إريثرو بويتين، هنتكلم عليه بالتفاصيل النهاردة. بس قبل ما نتكلم بالتفاصيل عايز اعرفك معلومة، ان الريد سيلز بدأت في الاول بنيوكليوس، كانت في البرو إريثروبلاست، ثم فقدت النيوكليوس في المراحل النهائية في تكوين الريد سيلز. يعني الريتيكولوسايتس هقول لك نون نيوكليتد، دي ما فيهاش نواة، ولو انت لقيت نيوكليس فيها تعرف ان في حاجة غلط
في البون مارو في abnormal formation أو irritation. الريتيكولوسايت نسبتها 1% فقط، لا يتعدى 1% بالنسبة لي، وده مهم قوي. خلي بالك من نقطة مهمة، انت علشان تكون الريد سيلز انت محتاج فاكتورز مهمة قوي، وده اللي هنقوله دلوقتي. اول فاكتور انت محتاجه هو طلباتك يا تيشو. ايه ليه؟ الريد سيلز بينقل الاكسجين للتيشو عن طريق الهيموجلوبين، طبعا هي العربيات اللي بتنقل. تخيل التيشو يعاني الان من نقص الاكسجين، يبقى احنا هنتصرف ازاي؟ يبقى لابد ان احنا نزود العربيات اللي هي الريد سيلز. طب ليه؟ هقول لك السبب دلوقتي. في الهايبوكسيا التيشوز بتتعرض لديكريز اكسجين سبلاي، الاكسجين اللي رايح للانسجه قليل. طب انا عايز الاول اعرف الاسباب ثم بعد كده اقول ايه اللي هيحصل. طالما الاكسجين قليل انت تفتكر اول حاجه اكيد البريشر اوف اكسجين في الاتموسفير او الجو قليل، ده معناها قمم الجبال الهاي التيتيود، فوق قمه الجبل بتلاقي ضغط الاكسجين اقل بكتير من سطح الارض، تلاقي نفسك بتنهج علشان تعوض جسمك بالاكسجين القليل اللي موجود في الجو دلوقتي. يبقى اول سبب هو هاي التيتيود، علشان كده لازم نتصرف، لازم ناخد اكسجين اكتر. طب ما هو الاكسجين الكتير محتاج لعربيات تنقله، لازم ازود عدد الريد بلاد سيلز، فلازم يتفرز الاريثروبويتين، ده مهم قوي. يبقى دي اول سبب. السبب التاني وده مهم، مش شرط تكون فوق قمة جبل بس التيشو مش وصل لها الاكسجين ده، قد يكون العيب في اللنج. اقول لك لنج ديزيز، ايوه البرونكاي اللي احنا شايفينها دي ضيقه، ده عيب في الرئه، فبالتالي الاكسجين اللي انا اخدته من الجو مش عارف اوديه لللنج. وطالما اللنج ما اخدتش الاكسجين يبقى مش هتقدر توزعه للهارت، والهارت مش هيقدر يوزعه لبقيه التيشوز. يبقى ده السبب التاني. على فكرة عندنا كمان سبب تالت ومهم جدا. احيانا نلاقي الرئة مليانة مية، وطبعا ده اسمه ايديما او تورم مائي، تلاقي كده مليانة مية، في مشكلة عندك في الهارت، الهارت اتملى بدم زيادة فالضغط فيه بقى عالي، فمش هيستقبل البلد اللي جايله من اللنج، فممكن يبقى فيه بالموناري ايديما، تورم مائي في الرئة، ده سبب تالت. ده انا اقول لك كمان على سبب رابع، ممكن تبقى الرئة سليمة ولكن الهيموجلوبين اللي بينقل الاكسجين قليل، عربيات نقل البضاعة قليلة قوي، لما يقل الهيموجلوبين عندك هو ده الأنيميا، فالأنيميا ممكن تؤدي إلى هايبوكسيا. خلي بالك هايبو معناها قليل، وأوكسيا معناها أكسجين، أكسجين اللي رايح للأنسجة قليل،
يا ترى السبب ايه؟ خلي بالك بنقول الاسباب بالترتيب، يا اما هاي التيتيود، يا مشكلة في اللنج، يا اما الهيموجلوبين قليل، يا اما النقطة الرابعة العربيات النقل موجودة ولكن الطريق واقف. الطريق بتاعي هو البلاد فيسلز. تعال نتخيل ان البلاد فيسلز بتاعتك ضيقة بالمنظر ده. لما تكون ضيقة ازاي يعدي الاكسجين؟ لما يكون في اسكيميا. كلمة اسكيميا معناها نقص البلاد فلو، ديكريز الدم اللي رايح للتيشوز. تخيل الطرق مش مرصوفة ازاي العربيات تتحرك. تخيل البلد اللي بيتحرك فيه الهيموجلوبين قليل، فبالتالي هتؤدي الى مشكلة اسكيميا، نقص كمية الدم. دي نقطة خمسة. ده انا اقول لك كمان على سبب سادس. تخيل كل حاجة موجودة، اكسجين موجود اللي هي البضاعة، هيموجلوبين عربيات النقل موجودة، والبلاد فلو كويس. طيب ليه التيشوز تعاني من هايبوكسيا الان؟ سبب بمنتهى البساطة، اصل الانزيمز اللي موجودة عند التيشوز مش شغالة. زي ما انت تنقل بضاعة قدام محل، انت عايز الشيالين يدخلوا البضاعة لجوه المحل. خلاص انا جبت لك بضاعتك. يبقى السبب السادس هو ديفكت في التيشو انزيمز، وده مهم قوي. وايه فايدة ان انا نقلت لك بضاعة ومفيش اللي يشيلها؟ يبقى كأنها ما وصلتش. كلها اسباب تؤدي الى هايبوكسيا. في سبب سابع مكتوب في الكتب، يقول لك وكمان الاسيليتس العدائين. العداء في بداية الجري بيكون عنده سلايت هايبوكسيا، ده مهم قوي. في نهاية الجري هو استهلك كل الاكسجين وحرق الجلوكوز، عشان كده في النهاية بيبقى ان ايروبيك ميتابوليزم. طيب دكتور تعددت اسباب الهايبوكسيا، نتصرف ازاي؟ لازم نزود عدد الريد بلاد سيلز، لان خلي بالك لما الاكسجين سبلاي او كبريشر بيقل، هتعرف معايا في فيديو الريسبيريشن ازاي هنتصرف، ازاي هنعمل هايبر فنتيليشن. كلمة هايبر معناها زيادة، وفنتيليت معناها ننهج تهوية. احنا هنتصرف ازاي لما يكون في هايبوكسيا؟ لازم ننهج وناخد اكسجين اكتر. طب ما هو الاكسجين الاكتر ايه فايدته من غير ريد بلاد سيلز؟ يبقى لازم ازود عددها. طب علشان ازود عددها انا محتاج اريثرو بويتين، يبقى ده هتكلم عليه بالتفاصيل دلوقتي. بالنسبة للإريثروبويتين هتكلم فيه في ست نقاط. أول نقطة هو الستركتشر. الإريثروبويتين تركيبته هو جلايكوبروتين، وده مهم قوي لازم نكون عارفينها. طيب بالنسبة للمصدر، عنده مصدرين. الأولاني هو الكدني، وهو أهم مصدر من 85 الى 90%، والمصنع الثاني الليفر من 10 الى 15%. يعني انا عندي مصنعين، الاهم هو الكدني. طيب
الاكشن، بالنسبة لي الاكشن انا بسرع كل خطوات تكوين الريد سيلز. سبيد ذا كونفيرجن اوف ايتش ستيب، وده مهم. احول الكوميتد ستيم سيل لبرو اريثروبلاست، ثم الى اريثروبلاست ريتيكولو سايت، ثم اريثرو سايت. انا بعمل ماتيوريشن للاريثرو سايت في النهايه من البرو اريثروبلاست والاريثروبلاست. انا بزود عدد الريد بلاد سيلز. دايما في الفسيولوجي اول ما تقول لي اكشن تقول لي وراها ميكانيزم اوف اكشن، طريقه الاداء. انت بتشتغل ازاي؟ انا بشتغل عن طريق ماسنجر ار ان اي. خلي بالك الام ار ان اي ده هو اللي بيكون البروتينز في النهايه. اللايف سبان تقعد تشتغل وقت قد ايه؟ 5 ساعات فقط. ثم نكون اريثرو بويتين جديد، ده مهم قوي نكون عارفين. طيب الاستيميولاي، كلمه استيميولاي معناها الفاكتورز اللي تخلي الاريثرو بويتين يتفرز، العوامل المحفزه على ذلك. اول استيميولاي بالنسبة لنا هو هايبوكسيا، وده مهم قوي. اهم مؤثر لزيادة الريد بلاد سيلز هو الهايبوكسيا، هو التيشو اوكسيجينيشن اللي اتكلمنا عليه في 7 اسباب. العنوان التاني، في هرمونز تخلي الاريثروبويتين يتفرز. عندنا هرمون الاندروجين، وده بقى اللي قلناه الفيديو اللي فات، ليه عدد الريد سيلز في الرجاله اكتر من الستات؟ لان الرجاله عندهم هرمون الاندروجين، ده هرمون الذكوره اللي يزود الاريثروبويتين، دي الاستيميولاي اللي تزود. ده اول واحد. تاني حاجه اقول لك ادينوزين برضو ستيميوليت الاريثروبويتين بالنسبه لنا. طيب اسالك سؤال، وانت فوق قمه الجبل بتنهج، ايه اللي بيحصل في الكربون دايوكسيد؟ تقول لي اكيد الكربون دايوكسيد هيقل لان انا اتخلصت منه لبره. لما يقل السي او 2 في دمي يبقى هيقل ذوبانه في الميه، يبقى هيقل الكربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3. طالما الاسيد قل عندك، ده معناه ايه؟ ان الالكالي بالعكس نسبته زادت. في نسبه وتناسب بين الاسيد والالكالي، وبالتالي هنقول الكالوزس. دايما كلمة اوزس معناها زيادة. خلي بالك من معلومة، الالكالي او القلوي ما زادش، الاسد لما قل الالكالي نسبيا بالنسبة له ظهر انه زاد، الكالوزس. ملاحظ حاجة، ان انا كتبت 3 بحرف الايه؟ اندروجين وادينوزين والكالوزس لسهولة المذاكرة. ده انا اقول لك كمان ان في دراجز تشغل الاريثروبويتين. يعني هتقول لي زي ايه؟ هقول لك اهو، البيتا ادرينيرجيك دراجز. دايما البيتا دراجز اللي هي سيمباثيتك ستيميوليت الاريثروبيوتين، وما تستغربش من كده. السيمباثيتك بيشتغل وقت الاسترس،
بدليل انه بيعمل كونتراكشن للسبلين ويخرج الريد سيلز المتخزنه عشان التيشوز عايزه اكسجين اكتر. يبقى شيء طبيعي لازم اللي يشغل البيتا ريسبتورز اثناء الاسترس ستيميوليت الاريثرو بويتين. اقول لك كمان وفي تريس اليمنتس مواد صغيره بتشغل الاريثرو بويتين، مواد عايزينها بكميه قليله في الاكل. المواد دي هي الكوبالت. الكوبالت طبعا ده اسمها تريس اليمنتس، عايزها بدرجه صغيره. خلي بالك من حاجه، لو انت جيت بصيت كده هتلاقي 3 ايه وتلاقي واحده بي وسي، فاحنا كنا بنذاكرها واحنا طلبه بالطريقه دي A B C. 3 ايه اندروجين ادينوزين الكالوزس وبيتا ادرينرجيك زائد الكوبالت. على فكره في ستيمولاي تانية، هرمونز تانية تشغل الاريثرو بويتين، الثيرويد هرمون، هرمونات الغدة الدرقية اللي في الرقبة. عندك كمان الكاتيكولامينز اللي أخدناها في سنة أولى، أدرينالين ونور أدرينالين، دول كمان ستيميوليت الإريثرو بويتين. طب يا دكتور كل دول بيشغلوا الإريثرو بويتين، طيب ايه الاستيميولاي اللي بالعكس تقلله؟ اقول لك بمنتهى البساطة، اذا كان الاندروجين يشغل الاريثروبويتين ده في الرجالة يبقى اكيد هرمون الايستروجين يعمل له انهبيشن، هرمون الانوثة هو اللي بيقلله، بدليل عدد الريد سيلز في الفيميلز اقل. حاجه تانية تقلل الاريثروبيوتين، انت لسه قايل بيتا ادرينرجيك استيميوليت الاريثروبيوتين، يبقى اكيد بيتا ادرينرجيك انتاجونيستك، الحاجات اللي تمنع البيتا ريسبتور انه يشتغل زي السيوفيلين في مادة الشاي. مادة السيوفيلين في الشاي هو ده اللي يقلل الإريثروبويتين. يبقى لغاية دلوقتي وانا بشرح فاكتورز افكتنج إريثروبويسيس، انا اتكلمت على اول فاكتور هو الهايبوكسيا، وعرفنا 7 اسباب، ومن خلاله اتكلمنا على الإريثروبويتين، وعرفنا فيه 6 نقاط باينة على البورد قدامكم: ستراكشر وسورس واكشن وميكانيزم ولايف سبان واستيميولاي. في نقطة عايز اوضحها قبل ما اكمل، الكيدني اذا حصل لها فشل يحدث انيميا. ليه؟ لان لو الكيدني فشلت يبقى انت فقدت 85-90% من تصنيع الإريثروبويتين، فبالتالي عدد الريد سيلز هيقل، واذا قل العدد هيحصل انيميا. تعريف الانيميا هنقوله في فيديو بعد كده، يا اما الريد سيل كاونت قليله يا اما الهيموجلوبين اماونت قليل، حاجه من 2، قلل العدد او قلل كميه الهيموجلوبين. ده اول فاكتور عندي هو الهايبوكسيا بتفاصيله. طيب هل يا ترى عندنا فاكتورز اخرى؟ الاجابه ايوه، محتاج هيلسي بون مارو وليفر،
وده مهم جدا في الإريثروبويسس. من غير بون مارو سليم، ازاي البلوري بوتنت ستيم سيل تتحول لكوميتد لبرو إريثروبلاست لإريثروبلاست إلى إريثروسايت في النهاية؟ من غير النخاع مفيش حاجة هتحصل سليمة. طيب انت ليه عايز هيلسي ليفر، وايه علاقة الكبد بالإريثروبويسس؟ الليفر هو اللي بيصنع الجلوبين بارت، الجلوبين اللي عايزه الهيموجلوبين. خلي بالك ان الليفر ده بيبقى مخزن كمان لفيتامينز مهمة للإريثروبويس. كلنا عارفين ان الهيموجلوبين الاتش بي بيتقسم الى جزئين، هيم زائد الجلوبين. عشان كده الليفر قال انا مهم للجلوبين بارت اوف ذا هيموجلوبين. عشان كده ما تستغربوش، لازم يبقى هيلسي ليفر. ده غير حاجة تانية، الليفر بيصنع الإريثروبويتين، ايوه بدرجة اقل من الكدني ولكن ليه دور، يبقى لازم الكبد يبقى سليم. بالنسبة للدايت، الدايت المقصود بيها هو الأكل مش التخسيس. أنا محتاج بروتينز. ليه؟ البروتينز عشان أكون الجلوبين بارت of the hemoglobin. كل المراجع تقولك في الأكل أنت محتاج هيم زائد الجلوبين، وطبعا ده عشان اكون الهيموجلوبين. الهيم هو الحديد، يبقى انت محتاج ايرن، وده اللي هنتكلم عليه بالتفاصيل. محتاج حديد عشان اصنع الريد بلاد سيلز، مهم. بدليل لو انت ما بتاكلش اكل في حديد كفاية يجيلك انيميا، كلام ده هنقوله بعدين، ومحتاج جلوبين. طيب ايه المينرالز؟ انا محتاج حاجتين مهمين بيبتدوا بحرف السي، مطلوبين بدرجة قليلة جدا جدا في الاكل بس ليهم اهمية، كبر وكوبالت. احنا لسه قايلين الكوبالت ان من ضمن الاستيميولاي اللي بتزود الإريثروبويتين. طب الفيتامينز، انا محتاج 2 فيتامينز مهمين، طبعا 2 او 3 بس في 2 اساسيين، فيتامين بي 12 وعايز معاه فوليك اسيد، وهنعرف ليه. طيب كده بي 12 وفوليك اسيد ومين كمان؟ وفيتامين سي، ده مهم قوي، وده مهم للايرن، الايرن ابزوربشن اللي هنشرحه. يبقى اذا فاكتورز افكتنج إريثروبويسس هايبوكسيا قلناها تماما، واتنين لازم يبقوا سلام، بون مارو وليفر وشرحنا ليه، والاكل انا عايز 3 حاجات، انا عايز بروتين عشان الجلوبين، انا عايز حديد ايرن عشان الهيم. كده يا هيموجلوبين انت تتكون بسهولة. انا عايز في المينرالز 2C كوبر وكوبالت، وعايز فيتامينز، عايز بي 12 وصديقه الفوليك اسيد زائد فيتامين سي. دلوقتي هنشرح بالتفاصيل الايرن. الديلي انتيك اوف ايرن مهم، لازم تعرفه. انت محتاج يوميا قد ايه حديد؟ من 15 ل 20 ملي جرام بير دي. الايرن ابزوربد، بمعنى الايرن اللي هيمتص ويروح للدم، يساوي الايرن اللي انت هتفقده وينزل في الاستول، يعني تقريبا
0.6 مللي جرام بير دي. الأرقام دي مقدمة ومهمة جدا في موضوع الأيرن. طيب توزيع الأيرن كديستريبيوشن، هنتكلم على أربع توزيعات. 65% من الحديد عايزها في تصنيع الهيم of hemoglobin، 4% للمايوجلوبين. خلي بالك مايوجلوبين هو الصبغة اللي موجودة في المصل. لما نقول المصل دي أو الفايبرز لونها أحمر بسبب الحديد، دايما تلاقي معظم الحاجات اللي لونها أحمر موجود فيها حديد كتير. 1% من الأيرن يدخل في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا فيها إنزيمز عاوزة حديد علشان تصنع ATP. طلبة فاكرة إن الATP بيتصنع لوحده، لا ده محتاج حديد. الميتوكوندريال إنزيمز دول زي السيتوكروم أوكسيديز، هو ده الشيال اللي أنا قلت عليه اللي مفروض ينقل الأكسجين لجوه التيشو، أو إنزيم تاني اسمه كاتاليز. عندك تو إنزيمز مهمين والاتنين دول في الميتوكوندريا ومحتاجين للحديد. 30% من الأيرن بيتخزن في صورة بروتين هنقول اسمه دلوقتي. كده احنا اتكلمنا على الاساس، انتيك قد ايه اللي همتصه قد اللي هفقده والديستريبيوشن بتاعي. هنتكلم على رحلة الحديد من اول ما اكلت اكلة فيها ايرن لغاية لما يتنقل في الدم ويبقى صورة من الصور الأربعة دول. انت اكلت اكلة فيها حديد زي بالظبط تفاح. التفاح الابل ده مليان حديد. اكلت سبانخ، طب ما هو مليانة حديد. اكلت كبدة، طب ما هو مليانة حديد. عسل، كل الحاجات دي فيها ايرن. طيب الايرن اللي جوه الاكل ده نوعه ايه؟ نوعه فرك. فرك اللي هو الاف اي 3 بلس ثلاثي التكافؤ. يبقى انا دلوقتي اكلت اكله فيها فرك، هل يا ترى نقدر نعمل امتصاص للفرك؟ الاجابه لا. فالاكله دي اهي نزلت من الإسوفيجس إلى الاستومك للمعدة وفيها فرك، فقلنا ما نقدرش نتعامل مع الفرك، لازم نحوله إلى فرس، لازم نعمله ريدكشن أو اختزال. طب إزاي أختزله؟ قالوا ما عندكش غير حلين. الحل الأولاني هو الـ HCl. المعدة بتاعتنا بتفرز هيدروكلوريك أسيد بجزء معين في المعدة. طيب وكمان فيتامين سي، ودي اللي أنا قلت لكم عليها. فيتامين سي مهم جدا في الإريثروبويسس، لأن لولا الفرك مش هيتحول إلى فرس. فدول اسمهم reducing agents، أي العوامل التي تختزل الفرك إلى الفرس. طيب هل يا ترى مفيش stimulus أو حاجة تقلل الريدكشن؟ الإجابة أيوة، الفايتيت. الفايتيت اللي موجودة في الردة، على فكرة العيش البلدي ده بيقلل الريدكشن اوف فيرك الى فيرس، وكمان
الاوكزاليت اللي موجودة في المانجا، الاتنين دول فايتيت واوكزاليت يقللوا الريدكشن وفرك الى فرس. تمام، يدخل الفرس بعد كده جوه الديودينم، وعايزين نعرف اللي هيحصل. خلي بالك امتصاص الايرن بيحصل في اول جزء من السمول انتستين اللي هو الديودينم، ده اول جزء للامتصاص بالنسبة لنا. كلام ده في غاية الخطورة، لازم نكون عارفينه. يبقى انا عملت ايه؟ اكلت اكلة فيها فرك وحولتها بالاتش سي ال والفيتامين سي الى فرس، والفرس دخل في الديودينم. عايزين نعرف دلوقتي ازاي هنقل الفرس من اليومن تجويف الديودينم الى السل الى البلازما. عايز اعرف الرحلة دي هتحصل ازاي. بس قبل ما اعرف هتحصل ازاي، انا عايزك تتخيل ان احنا اخدنا مقطع بالعرض في الديودينم اهو، قطعنا فيه بالعرض فظهر على شكل كورة. الكورة دي نصها في اليومن التجويف في نص الكورة، والكورة دي بيكون فيها سيلز اللي انا عاملها باللون الاحمر الان، يبقى في النص هو اليومن وحواليه السيلز، ومن بره انت عندك البلازما. ده المنظر الاساسي. لو جينا بصينا هنلاقي ادي السل بتاعتي، السل بتاعتي عاملة بالمنظر ده شبه المثلث، مثلث بالظبط اهو تريانجل، والتريانجل ده بيبقى له قمة اهي ايبكس الجزء ده، القمة بتشاور ناحية اليومن اهو، وليه قاعدة اللي هي بيز، والبيز ده ناحية مين؟ البلازما. يبقى ادي المثلث بتاع السل، كأن السل ليها شباكين، شباك بيشاور على اليومن وشباك ناحية البلازما. علشان كده قلنا طب ما تيجي نرسم الرسمة دي بالطول ونشوف ايه اللي هيحصل معانا دلوقتي. بيتحرك الفرس من اليومن الى الديودينال سيل. كلنا شايفين المنظر ده، زي ما قلت لكم السل ليها شباكين، ليها تو بوردرز، في بوردر منها ناحيه اليومن. فاكرين لما جيت قلت ادي السل بتاعتي، الايبكس القمه لجوه ناحية اليومن، عشان كده البوردر ده هسميه ايبيكال بوردر نسبة الى الايبكس اوف ذا سيل اللي بيشاور عليه، والبوردر ده هو ناحية البلازما اللي هو البيز، فانا هسميه بيزو لاترال بوردر. يعني انا عندي تو بوردرز، ايبيكال ناحيه اليومن وبيزو لاترال ناحيه البلازما. طيب ازاي هيتحرك الفرس؟ الفرس دخل في اليومن اوف ذا ديودينم بعد ما حصل له ريدكشن. طب ايه الدايره الحمراء دي؟ عشان يتنقل جوه ديودينال سيل محتاج ترانسبورتر، شيال. الشيال ده انا هسميه اسم داي فيلنت. ايوه، ما هو انا بنقل الداي فيلنت ثنائي التكافؤ، داي فيلنت ميتال ترانسبورتر 1. الاسم
معبر قوي. انا بنقل divalent اللي هو الفرس، وده برضو metal. اختصار هذا الشيال هو اول حرف من كل كلمة، دي ام تي 1 divalent metal transporter 1. الفرس دخل جوه ديودينال سيل، قدامه مصير من تلاتة فيتس. ايه هما؟ يا اما الفرس ده يدخل جوه الميتوكوندريا، وده احنا لسه قايلين الميتوكوندريا الانزيمز عايزة حديد عشان تعمل اي تي بي، يبقى اول مصير عند الفرس يدخل في الميتوكوندريا جوه السيل. طيب تاني مصير بالنسبة له ان انا اخزنه في صورة بروتين اسمه فيريتين، هو ده المخزن. بس انا علشان اخزنك في الصورة دي لازم اعرف ازاي الفيريتين اتكون. الفرس يتحد مع ابو فيريتين، اقول لك مع ابو الفيريتين تفتكرها بسهولة، الاب يكون الابن. ايوة الفيريتين هو الابن، فالفرس مع الابو فيريتين هيعمل فيريتين، دي مهمة قوي. طيب انا كونت الفيريتين كستورج، بس خلي بالك الفيريتين له أهمية كبيرة. ليه؟ تخيل كل ما الحديد يقل نجيب من المخزن الفيريتين ريليز اير. وحيبين لكم في الفيديو ده دياجرام للاير، ايه علاقة الفرس بالفيريتين؟ زي بالظبط بضاعة في محل، لما البضاعة بتقل لازم تجيب من المخزن جوه للجمهور. نفس الفكرة، عايز اجيب فرس من الفرتين، مين الجمهور اللي عاوز حديد؟ هيموجلوبين عاوز 65%، مايوجلوبين عاوز، ميتوكوندريا عاوزة، كل دول عاوزين الحديد بتاعنا. بس خلي بالك اي حاجة بتتخزن في الديودينم مصيرها في النهاية ستفقد في الفيسز او الستول. ليه؟ لان ديودينال سيل بيحصل لها شيدنج، يعني بتقع كل 3 إلى 4 أيام. زي اي حاجة في جسمنا ليها عمر افتراضي، كل 4 أيام يقع جزء من الانتستاينال سلة في الستول. طيب الفرس ده المصير التاني، الاول ميتوكوندريا والتاني يتخزن. المصير التالت ان الفرس يتنقل للبلازما. الفرس هيتنقل للبلازما عن طريق شيال، يبقى فيه شيال من اليومن الى السل، divalent metal transporter 1، وفي شيال تاني ينقله للبلازما اسمه transferrin. كلمة trans معناها transport يعني نقل، انا هنقل الفرين. على فكرة الترانسفيرين ده نوع من البلازما بروتينز. هتقولي البلازما بروتينز يا دكتور ثلاثة بس، ألبيومين، فايبرينوجين، جلوبيولين. أقول لك لا، ده هم أنواع كتيرة، من ضمنهم ترانسفيرين، ده بيتا جلوبيولين. لو ترجع لفيديو البلازما بروتين قلت لك البيتا جلوبيولين بيشيل حديد أهو، وما قلتش على اسمه، اسمه ترانسفيرين. طيب الترانسفيرين اللي بيشيل الحديد
هل يا ترى ما بيشيلش غيره؟ أنا شيال للحديد وبس بنسبة 100%؟ لا، أنا 35% saturated with iron. طب والباقي؟ أنا بشيل metals أخرى، elements أخرى، transferrin. هو كده، عربية ما بتشيلش بضاعة واحدة، بتشيل كذا نوع. وخلي بالك من معلومة مهمة، لو أنا وصلت إلى هذا التشبع مش هشيل أكتر. يعني 35% دول هم الساتيوريشن بتاعي، هم التشبع بتاعي، مقدرش أشيل أكتر من كده. طب نفترض أنا عاوز حديد يتشال أكتر، نعمل إيه؟ قبل ما أقولك نعمل إيه هقولها لك بشكل بسيط. أنت جاي من المطار عندك شنط كتيرة، مش هينفع شيال واحد يشيلها، يبقى لازم توزع الشنط على عدد أكبر من الشيالين. نفس الفكرة، الأيرن هوزعه إزاي؟ أزود عدد الترانسفيرين، أزود تركيز الشيالين، وأقلل الساتيوريشن على كل شيال. بدل ما شيال واحد يشيل 6 شنط، لا، أجيب 6 شيالين كل شيال يشيل شنطة واحدة بس. الكلام ده في غاية الأهمية. طب يا دكتور، ترانسفيرين ده ازاي بيتكون؟ زي فكرة الفرتين بالظبط، لازم الفرس يمسك في ابو ترانسفيرين. ايه ده؟ هو كل واحد وليه اب؟ ايوه، همسك في الابو ترانسفيرين عشان اكون ابنه الترانسفيرين علشان يشلي الحديد. دي مهمة قوي. طيب دكتور، احنا عندنا سؤال دلوقتي، يا ترى لو الايرن قل او الايرن زاد، ازاي ده يأثر في الترانسفيرين كونسنتريشن وساتوريشن؟ هنعمل دلوقتي مقارنة بين الاتنين. في الايرن ديفيشنسي هنلاقي ان الترانسفيرين كونسنتريشن هيزيد، هنزود عدد الشيالين، ولكن الساتوريشن وتشبع كل شيال هيقل. الايرن اوفر لود لو زاد الحديد قوي، لا، لازم نقلل الكونسنتريشن اوف ترانسفيرين، واكيد الساتوريشن زاد. خلاص العكس. طب يا دكتور، الحديد اللي زاد قوي ده هيحصل له ايه؟ هيترسب في التيشوز، ولما يترسب الايرن في التيشو هيخلي شكل الحديد يتغير، يبقى اسمه هيمو سيدرين. خلي بالك، سيدرو باللاتيني معناها حديد، هيزيد الحديد في التيشو فلون الجلد هيصفر، والبنكرياس هتبوظ، فيحصل حاجة اسمها هيمو سيدي روزيس، وده رمز لزيادة الهيمو سيدرين. الهيمو سيدرين هو الابنورمال فورم اوف ايرن، الشكل الغريب والزيادة في تخزين الحديد. مش طبيعي يكون عندك هيمو سيدرين، لكن الطبيعي يكون عندك فيريتين مخزن حديد بشكل نورمال. اشهر واحد كان عنده abnormal deposition of iron الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كان عنده iron overload.
طبعا في بعض الكتب تقول لك ان الهيموسيدرين ده هو نتيجة لمشكلة في تعامل التيشوز مع الحديد، الماكروفيج سكافنجينج سيستم، لكن المعلومة دي مش مهمة قوي. الفكرة هو abnormal iron deposition. طب النقطة الثالثة في المقارنة بين الاتنين، يا ترى الحديد يمسك في الابوفيريتين لما الايرن يكون قليل؟ تقول لي طبعا لا. دي لا ليه؟ لان انا لما يكون عندي حديد قليل لازم الابوفيريتين يقول للفيريتين اتكون وشيل الحديد اللي انت مخزنه، سيبه، التيشوز محتاجاه. لكن ايرن اوفر لود، الحديد زيادة قوي، يبقى انا مش عاوز الفيريتين يسيب الحديد اللي عنده ويوديه للتيشوز لان انا عندي حديد زيادة. هو ده الفرق ما بين الاتنين. في الدياجرام ده بنبين الفري ايرن بيحصل له ايه. هتلاقوا في اسهم كتيرة عايزين نفهمها. الفري ايرن بيتخزن في صورة فيريتين، فالسهم اللي طالع هقول لك ستور. طب ولما نحتاج الايرن منك يا فيريتين لازم تعمل له ريليز، لازم تحرر اللي انت مخزنه. يعني الفري ايرن والفيريتين الاتنين دول ما بينهما اكويليبريم او توازن، كل ما ينقص الايرن هاخد من المخزن. طب الفري ايرن اذا زاد قوي يترسب في صورة هيمو سيدرين، وده مهم قوي. الفري ايرن انا محتاجه للهيم سهم اكون الهيم. الميتوكوندريال انزيمز محتاجة ايرن فسهم للفري ايرن. الفري ايرن بتاعنا يتنقل في صورة ترانسفيرين، والترانسفيرين تسيب الايرن علشان يروح للهيموجلوبين والمايوجلوبين ويروح للتيشوز اللي محتاجاه. تلاقي السهم اللي طالع واللي نازل له أهمية. هنا ترانسبورت هنقلك، وهنا ترانسفيرين ريليز الفري ايرن. طيب الترانسفيرين داخل له سهم بالاحمر، ايرن عشان يبقى ابزوربت يتنقل بالشيال ده اللي 35% ساتيوريتد ويز ايرن، او في ايرن يبقى اكسكريتد. وقلنا ان اذا الايرن تم اخراجه يساوي الايرن اللي امتص، الابزوربشن يساوي الاكسكريشن 6 من 10 مللي جرام بير داي. الترانسفيرين بينقل الحديد عشان الهيموجلوبين، والهيم هيموجلوبين بيتكسر الى جزئين، الى هيم وجلوبين بعد مرور 120 يوم. اللايف سبان بتاع الريد سيلز انتهت، والهيم يروح ويكون لي الفري اير. يعني محور الاحداث هو الفري اير، علاقته بالفريتين رايح راجع، وعلاقته بالترانسفيرين رايح راجع، والهيموسيدرين abnormal deposition. الهيم انا بدي سهم للهيم والهيم يديني سهم، انا بكون الهيم والهيم يقول لي انا محتاج الايرن. علاقات متشابكة مهمة جدا. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بأهم العناوين اللي اتقالت في الإريثروبوييسز
ده الجزء الأول من الإريثروبويسيس. اتكلمنا على أماكن تكوين الريد سيلز ومراحل تكوينها والفاكتورز أفكتنج الهايبوكسيا بالسبع أسباب، والإريثروبويتين بالست نقط، هيلسي ليفر، هيلسي بون مارو، والدايت، بروتينز، هيموجلوبين، مينرالز، كوبر وكوبالت، فيتامينز بي 12 وفوليك اسيد زائد فيتامين سي. واتكلمنا على الايرن بالتفاصيل من حيث اول نقطه الديلي انتيك، الابزوربد والاكسكريتد والديستريبيوشن، ورحله الايرن من ازاي اتنقل من الاستومك الى ديودينم، ازاي حصل له ريدكشن من فرك لفرس، وازاي اتخزن في صورة فرتين، وازاي اتنقل في صورة ترانسفيرين، ومعلومات على كل شيء مهم. واتكلمنا على مقارنة بين ايرن ديفيشنسي وايرن اوفرلود، وانتهينا بهذا الدياجرام اللي بيعبر عن علاقة الايرن بفرتين وترانسفيرين رايح راجع، واهميته في تكوين الهيم، وازاي لما الهيموجلوبين اتكسر بعد 120 يوم الهيم كون الفري ايرن. على فكرة السيرم ايرن يساوي 13% ملي جرام برسنت. الجزء الثاني باذن الله من الاريثروبويسيس هشرح فيتامين بي 12 اند فوليك اسيد.